يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تسألون أحيانا عن بعض المقالات الباطلة وعن أصحابها فتبينون الحق في ذلك جزاكم الله خيرا، لكن بعض المدافعين عن أصحاب تلك المقالات يقولون إن الشيخ صالح لو علم أن هذا القول لفلان لما رد عليه. سؤاله: هل معرفة القائل لها دخل وتأثير في بيان الخطأ وتغيير الفتوى؟ أبدا، الباطل يرد على من قاله كائنا من كان، الباطل يرد على من قاله كائنا من كان، ولا يدارى أحد بذلك. نعم.